عودة من جديد عشاق النجم الرياضي الساحلي متابعين على موقع الرسمي للنجم الرياضي الساحلي ومباراة الودية التي تجمع النجم الرياضي الساحلي بضيفه وضيف تونس وضيف جوهرة الساحل اتحاد العاصمة الجزائري. انطلق الشوط الثاني بتغييرات سنتابعها مع بعض. عمرو مرعي على أرضية الميدان من أيضا على ما يبدو اللاعب عمار جمل خذي الكابيتانا خرج يعني سلام بن عزيزة. عمرو مرعي يدخل تقطع عملية شامل. عمرو مرعي عنده كرة. عمرو مرعي راوغي صوب والهدف الأول. الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي. عمرو مرعي يتوغل يعمل بينتراسيون يحط كرة على الساق اليمين تصويبة ولا أروع وهدف أول للنجم الرياضي الساحلي في أولى الدقائق وأولى لحظات الشوط الثاني. ممتازة جدا البدايات وممتازة جدا هدف النجم عن طريق المصري عمرو مرعي. كما قلنا في بداية التعليق مصري النجم الرياضي الساحلي مطالب بالتأكيد مطالب بإعطاء صورة بعيدة عن الصورة التي قدمها في الموسم الفارط لأنها كانت صورة باسابل وفي بعض الأحيان شاحبة، لكن اليوم يتألق من خلال أولى الكرات وأولى التوغلات وهدف أول للنجم الرياضي الساحلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في توقيت الدقيقة الأولى يعني 46 دقيقة والنتيجة 1-0 للإتوال على حساب اتحاد العاصمة الجزائري. يتفاعل الجمهور. تمشي كورة غازي عبد الرزاق المرعي. مرعي غطي على كورتو يتوغل في الرواق الأيمن محافظ على كورتو تتجاوز وتخرج الكورة اوت ضربة مرمى. اكيد التعامل على المواهب التعامل مع اللاعبين التعامل مع خصال كل لاعب هذه امور مطالب شهاب الليلي بان يحسن توظيفها ويحسن تزويقها ويحسن خاصة اعطاء تلك الصبغة اللي تخلي لك كومبليمونتاريتي وتعطي التوليفة اللازمة لفريق جوهرة الساحل علّه يعود لبريقه وعلّه يعود إلى مساره الطبيعي كيف لا. والنجم كان ولا يزال منافس على الألقاب منافس على كل يعني المحطات التي يمر بها سواء كان محلية إقليمية وإفريقية. تمشي كرة في وسط الميدان لليو اسمادا الجيه تتقسم غازي عبد الرزاق. غازي يتوغل في الرواق الايسر الى وش مساد مر كوره لعمرو مرعي يا اخو كوره عمرو مرعي يمر كوره ممتازه جدا لكن ماهر الحناشي يضيعها. رائع عمرو في تصويبه اولى يسجل وفي تمريره اولى يعطي اسيست ولا اروع لكن ماهر الحناشي كانت كورته تنقصها الدقه تنقصها الدقه. تمشي كورة الكابيتان وعمار يعني صدام خرج والشرميتي خرج. هذوما أولى التغييرات وأولى التعويضات ويتنذكروا متابعين على الموقع الرسمي بتشكيلة النجم الرياضي الساحلي. في حراسة المرمى أشرف كرير على اليمين وجدي كشريدة على اليسار غازي عبد الرزاق في محور الدفاع زياد بوغطاس وصدام بن عزيزة يخلي مكانه لعمار جمل. في وسط الميدان ايمن الترابلسي وكريم العواضي معهم ياب المساكني وماهر الحناشي وعلي البريقي وقدامهم امين الشرميتي اللي خلى مكانه لمن لعمرو مرعي صاحب الهدف الاول في دقيقه 46. تمشي الكوره علي البريقي يوزع في القائم الثاني تتجاوز الكوره اللاعب ماهر الحناشي ويدخل الدفاع تتقص من العواضي من دون خطا لكن الحكم يقول خطا على ايمن الترابلسي خطأ على أيمن الترابلسي شخصيا مريتوش لكن الصفرة التحكيمية الحكم هيثم جيرات هي التي حكمت. تمشي كرة لدفاعات اتحاد العاصمة توصل كرة لمحمد أمين الزمموش يوزع كرة طويلة غازي عبد الرزاق يغطي على كورته يلوش في مساندة بجنبه الكابيتانو لكن يخير أيمن الترابلسي اللي يعطي حل من الحلول يلعب كرة كريم العواضي. كنت قد عاتبته في الشوط الأول على الحركية
ونأمل أن تكون متواجدة الحركية في الشوط الثاني خاصة عن طريق لعب يبل مساكني الحناشي علي البريقي وأيضا لاعبي الأروقة، لأنه الحركية تعطي أكثر حلول، توزيعة طويلة ناحية مير الحناشي، مير الحناشي يعمل كنترول، لا يتدخل الدفاع يخرجها، والتماس تماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. كل لاعبية النجم الرياضي الساحلي قاعدين يقوموا بالحركات الإحمائية، لكن هو ما حداش الملاعبي تخل منهم زوز ملاعبية والراولي أكثر من 11، ذوما خمسة خمسة واربعة 11 يعني تسعة، خمسة واربعة تسعة، دخلوا زوز ملاعبية وميزالوا تسعة. يتنذكروا بنك احتياطي النجم الساحلي كحارس مرمى احتياطي رامي القيبسي مع هالرداوي داينا عامر العمراني بهاء السلامي عمار جمال اللي تخل مع انطلاق الشوط الثاني، محمد المثناني، مالك بعيو، مرتضى بن وناس، سليم بن بلقاسم السماريس، حازم الحاج حسن، وعمرو مرعي اللي كذلك نزل في الشوط الثاني. تمشي كورة للاعب كريم العواضي، لعب بكورة ناحية غازي عبد الرزاق يرجعها لقائد فريقه عمار، يعني إشارة القيادة تحولت من غازي عبد الرزاق إلى عمار جمل. تمشي زيد بغطاس، عمار عمار يلعب كورة مع كريم العواضي، يحط الكورة لعمار جمل، عمار جمل كورة ممتازة ناحية من؟ ناحية علي البريقي، يتلف كورة غازي عبد الرزاق يمرر له تسلل واضح، لأنه تباطأ علي البريقي وكان ممكن يمرر كورة أسرع، يعني غضب في غير محله يا علي، ركز وحاول تعطي كورة أكثر فاعلية من غير ما تبطي، لأنه إمكانيات علي البريقي تسمح له بأداء أرقى بكثير مما شاهدناه في المباريات الأخيرة ونهاية الموسم، لكن حد ما يجم يشكك في إمكانيات علي البريقي. خطأ لصالح النجم الرياضي الساحلي، محمد بن خماسة في تنفيذ الخطأ. وصلنا لتوقيت 51 دقيقة لعب لتوال واحد لياسما دارجي، لا شيء، هدف سجله مصري النجم عمرو مرعي بعد توغل ممتاز جدا من الجهة اليسرى، يدخل منطقة العمليات يهيئ للتصويب على الساق اليمين ويصوب تصويبة قوية، ما يجم يعمل لها حتى شيء. محمد أمين زماموش خطأ، عطى إشارة التنفيذ الحكم هيثم قيرات، التوزيعة باش تكون من لاعب مختار بن موسى أخصائي الكرات الثابتة والظهير الأيسر لفريق اتحاد العاصمة، يتباطأ ويوزع كرة في القائم الثاني، اختير برشا كرة ورائع التصدي، تصدي أشرف كرير اللي نحى كرة وين يسكن الشيطان، يعني اختير برشا، اختير برشا التصويبة واختير برشا اتحاد العاصمة في هذه الكرة الثابتة، تخرج كرة وتركنية، ركنية للفريق الجزائري ليسمى على يسار الحارس أشرف كرير، محترم فريق ليو اسماء كالعادة، مختار بن موسى يوزع في القائم الثاني، خطأ من الحارس ومن الدفاع، وكادت الكرة تدخل لشباك النجم وتعدل، لكن في آخر وقت دفاعات النجم تبعد الكرة في الركنية، اختيرة برشا الكرة، اختيرة في توقيت 53 دقيقة لعب، تتوزع كرة أرضية ما ياخذش الكرة كريم العواضي في مرة أولى، لكن موجود الدفاعي بعد الاختر يسقط عمرو مرعي، ترجع كرة جزائرية، الجماهير يتفاعل والجماهير تتفاعل نوعا ما في هذا اللقاء، اختيار رأسية وجانبية اتحاد العاصمة قوة شوية في النسق في الرديات الأخيرة من المباراة، يسعى لتعديل النتيجة، ولكيد أنه فريق اتحاد العاصمة اللي كما قلنا غالبا ما ينافس على معطيات معطيات يعني المسابقات المحلية وأيضا الإقليمية والقارية، تغيير أول في صفوف اتحاد العاصمة حسب ما رينا
باش يدخل اللاعب رقم 11 عبد الرحمن مزيان، ويخرج اللاعب رقم ماذا ما ريتش، لكن اتوقع محمد بن خماسة على ما يبدو، او اللاعب رفيق بودربال. رفيق بودربال هو اللي يخرج رقم 20. مشكور المخرج اللي يفيدنا يعني من خلال الصورة، تحياتنا للمخرج سمروك. تمشي كرة لغازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق كريم العواضي يوزع كرة طويلة بالرأس عمرو مرعي، لكن ترجع كرة لوسامة شياط. كرة جزائرية في وسط الميدان، أولى لمسات اللاعب عبد الرحمن مزيان، تمشي كرة على اليمين وين موجود اللاعب رقم 22 محمد مفتاح. كرته خاطئة، لكن ما فما حد في وسط ميدان النجم الساحلي، يعني فما عديد المواطن التي تتطلب شغل شغيل. يعني المدرب شهاب الليلي باش يكون له برشا خدمة، برشا عمل، يعني من خلال المباريات الودية، من خلال التغييرات، ومن خلال التعامل الفني والتدريبات، لأنه فما خلل يعني نلتمسوه، خطأ واضح على عمرو مرعي، والأكيد العمل اللي يجيب والخدمة تجيب وصبر الجماهير ودعم الجماهير أيضا هي اللي تجيب وتوصل، وهذه دعوة يعني لجماهير النجم أنه تساند جمعيتها، كل يعني على شكلته وكل على طريقته وكل بالكيفية التي يراها يعني مناسبة. خطأ في ترويض الكرة من أيمن الترابلسي، وتخرج الكرة تماس. تعويض ثاني باش يدخل اللاعب رقم 15، ويخرج اللاعب رقم ماذا دور يا الخو دور، لعب رقم 7 فوزي بايا، يعني رفيق بودربيل، ويدخل لعب رقم 15 اللي هو وليد عرجي. زوز تغييرات يقوم بهم، يعني 2-2 في التغييرات والنتيجة 1 بشيء للإتوال. زيد بغطاس يرجع كرة اللي قاد فريقه عمار جمل، عمار يغطي على كورته، يوزع كرة طويلة ترتضم كرة في ملاعبية الجزائر، ترجع أيمن ترابلسي موجود لك كرته خاطئة، ترجع جزائرية حذاري من توغلات، خطأ واضح على اللاعب محمد بن خماسة، والحكم قريب يعلن على خطأ لصالح الفريق الجزائري اتحاد العاصمة. خطأ في تنفيذه كالعادة، يعني اللاعب رقم 25 مختار بن موسى أخصائي الكرة الثابتة. كيف ستكون توزيعها في القائم الثاني؟ موجود أشرف كرير بالبوكس بعد الكرة، يعني تدخل سليم من أشرف كرير، وعلى ما يبدو هنالك اختلاف بين زوج من لاعبيه. الحكم هيثم قيرات يهدي زوج من لاعبيه، نتحدث على غازي عبد الرزاق واحد لاعبي اتحاد العاصمه الجزائري. حلوه برشا روح رياضيه، والاكيد مباراه يعني من نوع هذا ما نحبوش يعني نخرج يعني عن النطاق الحبي. اللاعب رقم 19 واللاعب رقم 10، يعني رضوان الشريفي واللاعب محمد امين مزغاني، يدخلوا ويخرج اللاعب رقم 22 محمد مفتاح ظهير الايمن، وايضا اللاعب مختار بن موسى الظهير الايسر. يعني تغيير بتغيير، يعني الاكيد ما عندناش المعطيات، لكن وكذلك حارس المرمى يدخل منصور اسماعيل، ويخرج الزمموش
والنجم الساحلي باش يقوم بثلاثة واربع تغييرات، ثلاثة واربع تغييرات. شوفوا في اللاعب النجم مالك بعي ومحمد المثناني، عمرو زكري، يعني عديد التغييرات باش يقوم بها هذا الفريق او ذاك. توصيات قبل ما يقوم بالتغييرات، توصيات المدرب الكوتش ياب الليلي. تمشي كرة لصالح الفريق الجزائري. وصلنا لتوقيت 60 دقيقة لعب، يعني نصف ساعة لنهاية المباراة، والنجم الرياضي الساحلي متقدم بهدف مقابل صفر على فريق اتحاد العاصمة الجزائري. وتغييرات بالجملة ينتظرها يعني جماهير النجم، لأنه نشوف في عدد كبير جدا من اللاعبين اللي باش يدخلوا بعد قليل. عامر العمراني، مالك بعيو، محمد المثناني يتدخل، اللاعب غازي عبد الرزاقي بعد الاختر. تمشي كرة للاعب رقم 19 اللي مازال كيتخل، رضوان الشريفي، تتقص كرة وترجع من يبل مساكني ممتازة ناحية من؟ ناحية عامر ومرعي، لكن أسبق منه المدافع يلعبها الحارس مرميه منصور إسماعيل اللي بدوره يلعبها لمحمد يحيى. محمد يحيى يلعب كرة قدام، توصل الكرة لوليد عارجي، وليد عارجي تمشي كرة لمن؟ يتدخل، حذاري حذاري كريم العواضي، تدخل عنيف نوعا ما، الحكم يطلب التريث وإن شاء الله سلامات للاعب الجزائري. ما نحبوش تشنج، ولكن يعني تدخل يلزم يكون في حدود المعقول. نعرفوا يعني الأشقاء والإخوة الجزائريين في بعض الأحيان يعني فمك التشنج الخصال متاعهم، لكن علاقة تونسية الجزائرية وخاصة سوسة، يعني كي تحدث في الجزائر على سوسة يعني علاقة حب كبيرة برشا. وعديد التحية حتى اللي يتابعوا فينا يعني من خلال الموقع الرسمي للنجم الرياضي الساحلي، عشاق له أسماء والإخوة الجزائريين اللي يتابعوا في النقل المباشر اللي يأمنوا موقع الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. الحمد لله يقوم سلامات اللاعب الجزائري، وهذا اللي كنا نتمنوه. زوز تغييرات أخرى، يدخل لاعب رقم 9 واللاعب رقم 18 أمير سعيود، وكذلك اللاعب رقم 9 اللي ما عنديش الرقم متاعه، ما عنديش الاسم متاعه للأسف. يعني هذا على كل حال النجم يقوم بتغييرات. خلينا نشوفوا شكون. كريم العواضي يخرج يطلب السماح من اللاعب الجزائري، ممتازه جدا اللقطه. ايمن الترابلسي يخرج، علي البريق يخرج، غازي عبد الرزاق يخرج، يدخل مالك بعيو، يدخل السماريس، يدخل محمد المثناني، ثم شكون اخر؟ وجدي كشريده يظهر لي باش يخرج من الجانب الاخر، يعني تابعنا ايضا ايهاب المساكني ربما. على كل حال يعني تغييرات بالجمله في نصف ساعه الاخير يقوم بها المدرب شهاب الليلي. فقدت عمر زكري، مازال ما تخلش، وشكون اخر؟ يعني بعض اللاعب المثنين ينزل في بالي، المثنين موجود يعني على ارضيه الميدان، محمد المثنين. خطا لصالح النجم الرياضي الساحلي. خطأ في تنفيذه عمار جمل، كذلك عامر العمراني ياخو الجانب الأيسر. الدينة هو اللي منزلش، الرداوي أحمد الرداوي. ربما بعد قليل يدخل الرداوي مكان زياد بوغطاس، ويولي عامر العمراني كلاعب أكسيال. يدخل كذلك اللاعب رقم 26 في صفوف فريق اتحاد العاصمة،
ويخرج اللاعب رقم 6 فاروق الشافعي. طويلة كرة اوت، ضربة ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي على يمين الحارس منصور اسماعيل بعد خروج الحارس زمموش. سليم بن بلقاسم السماريس في تنفيذ الركنية. سليم بن بلقاسم يوزع كرة في القائم الثاني بالراس، تتجاوز كل ملاعبية ترتدم في اللاعب زياد بوغطاس والدفاع يبعد الاخطر. ترجع كرة خاطئة، عامر عمراني يلعب كرة زياد بوغطاس، زياد بوغطاس يغطي على كورته يمر الكرة لزميله لكن تتقسم الدفاع ويتحصل على مخالفة بعد تدخل اللاعب حازم الحاج أحسن اللي نزل كذلك لأرضية الميدان. لاعب يلزم يفرض نفسه وإن شاء الله يلقى يعني الدقائق التي يستحقها هذا اللاعب الشاب اللي تنتظر يعني أغلب متابعي كرة قدم التونسية يعني كانوا يتنبؤوا له مستقبل واعد، وإن شاء الله علاش لا إن شاء الله الشيء هذا يعني فو ميو تار كو جامي، يعني ما فما حد شيء فات، ولكيد انه مازال عنده الوقت ومازال عنده العمر لانه مازال السن نتاعو يسمح له بالتألق والبروز. تمشي كره المثنيني طويله ناحيه عمرو مرعي، عمرو مرعي بالراس ما ياخذهاش وتمشي سهله في دين الحارس منصور اسماعيل. احمد الرداوي مازال قاعد يقوم بالحركات الاحمائيه. تبادل الكرة في المناطق الدفاعية للفريق الجزائري. تمشي كرة يضغط حازم الحاج أحسن. تمشي كرة لعب رقم 10 محمد مزغني. خطأ لصالح محمد أمين. لعب رقم 17 مزيد كرة جزائرية ما يقصش كرة حازم حاج حسن. تمشي كرة جزائرية وتسلل، تسلل عودة من تسلل يعلن مساعد الحكم الأول في تنفيذ مخالفة التسلل. اللاعب عمار جمل يتلف الكرة ملك بعيو لكن يخير زيد بوغطاس. ترجع كرة لعمار، عمار ريسار وعامر العمراني. تمشي كرة على اليمين على ما يبدو بها السلامي ايضا ادخل. بحكم ان وجدي كشريد اخرج. تمشي كرة زياد بوغطاس. تلعب بكرة حازم حاج حسن على ما يبدو اللاعب مرتضى بن والناس ايضا على ارضية الميدان. تغيير الكرة لانه فما كرة على ما يبدو لا تتماشى والخاصيات المطلوبة في كرة قدم سواء كان من وزن أو ما تبعه. ترجع كرة للعب، تمشي كرة في وسط الميدان خطأ لصالح النجم الرياضي الساحلي. حازم الحاج حسن قاعد يتحرك ويطلب في الكرة. زيد بوغطاس يلعب الكرة مع محمد المثناني. زيد بوغطاس يوزع كرة طويلة ناحية حازم، حازم الحاج حسن يلعب الكرة البهاي وزع كرة أرضية وسهلة في دين الحارس. منصور إسماعيل بهاء السلامي هو على ما يبدو الظهير الأيمن النجم الساحلي. عمرو مرعي يتوغل زاد عنده كرة يدخل منطقة عمليات يوزع كرة ترتدم كرة في دين مدافع الاتحاد العاصمة ويعلن هيثم قيراط على ضربة جزاء. ضربة جزاء في محلها
اكيد باش نحاولوا نتبعوا الفار للتاكد من الصوره. حسب الفار يعني ضرب جزاء واضحه، حسب الفار وما تؤكده الفار يعني لمسه يد واضحه وضرب جزاء في تنفيذها. الكابيتان وعمار عمار جمل يمشي لتنفيذ ركلة الجزاء، عمار ومنصور اسماعيل لمن ستكون الغلبة. يلا يا عمار، عمار ومنصور يتقدم، يتقدم عمار يعطيه إشارة تنفيذ هيثم قيرات، يتقدم عمار يصوب ويخفق لكن كرة ترجع له ويضيح. عمار جمل يخفق في توقيت 70 دقيقة لاعب من مضاعفة النتيجة، ويتصدى الحارس منصور اسماعيل لضربة الجزاء. عمار يعني مرة ثانية على ما يعني يتذكر يضيع ضربة جزاء. على كل حال ترجع كرة يدخل اللاعب النجم الرياضي الساحلي، يبعد الاختر ويخرج كرة في التماس. سبعين دقيقة لعب والنتيجة تقدم النجم الرياضي الساحلي واحد بشيء. دخول الدينا مكان من؟ مكان زياد بوغطاس على ما يبدو. وشكون باش يولي؟ دينا باش يلعب على ما يبدو في محور الدفاع. شخصيا كنت نتوقع عامر العمراني هو يولي في محور الدفاع. على كل حال تماس بهاء السلامي تمشي كورة لمن يتدخل الدفاع الجزائري بعد الاختر. ما زالت الكرة الساحلية، توغل ممتاز جدا أكيد النجم الرياضي الساحلي فيما تبقى من وقت. مش يحاول إما المحافظة على النتيجة وتدعيمها لما لا، خاصة أنه تشكيلة يعني مختلفة عن تشكيلة الشوط الأول من هذا الجانب أو ذاك، يعني سواء كان فريشور فيزيك وكذلك سعي لإثبات الجدارة بتقمص زي النجم الرياضي الساحلي اللي حق مشروع لكل لاعب يسعى لفرض اسمه في التشكيل الأساسي. تمشي كورة عمرو مرعي، راوغ عمرو مرعي تتقص لكنها ترجع في وسط الميدان. مالك بعيو تقدم، مالك عنده كورة، مالك يلعبها مع عمرو مرعي، عمرو مرعي يلعب كورة لمحمد المثناني، محمد المثناني ممتازة جدا ناحية من؟ ناحية عامر العمراني، عامر العمراني مرة كورة للاعب السماريس، السماريس لا اللاعب مالك بعيو تمشي كورة موجود في التسلل السماريس ما يتحركش الكورة تمشي الحارس مرمى يضغط من حازم الحاج حسن وكذلك اللاعب محمد المثناني والحارس يخرج الكورة في التماس لكن ارتطمت في احد لاعبين النجم. تمشي تماس لصالح اتحاد العاصمة الجزائري. 73 دقيقة لعب يعني 17 دقيقة على نهاية المباراة والنجم الرياضي الساحلي متقدم هدفين مقابل هدف مقابل صفر. يعني تنبأت ربما بالهدف علها تأتي صورة الهدف ويأتي وتأتي النتيجة. تمشي كرة توزيع ويتدخل الدفاع عن طريق الدينا. تمشي كرة حازم حاج حسن يلعب كرة ملك بعيو يقطع عليها كرة تمشي الحازم من جديد يدور بكرة متاعه لو شي موسيندا ايش يلقى اللاعب ملك سماريس، سماريس عنده كرة، سماريس يلعب كرة مع حازم حاج حسن يخليها تتعدى يصوب في دين الحارس. تصويبة ممتازة جدا من بهاء الدين السلامي والحارس يتصد. يعني كرة كانت قوية لكنها قريبة الحارس يعني في دي تقريبا لكن العملية ككل
جيدة تتقاس الكورة وتمشي. مالك بعيو ممتاز جدا. مالك شو يعمل؟ مالك يحافظ على كورته، يلعب الكورة للمثناني، مثناني عمرو مرعي في التسلل، يدور بكورة عمرو مرعي مازال محافظ على كورته، شو يعمل؟ اي 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 ما لقاش المساندة اللازمة، ترجع الكورة للسمريس، السمريس حافظ على كورته يسقط ويتحصل على مخالفة، يتحصل على مخالفة السمريس ونقاش بين اللاعب عمرو مرعي وزملائه، وربما يطالب بتحرك اكثر، والاكيد يعني حتى لو كان غلط واطنب في امتلاك الكوره شخصيا وشاطر عمرو مرعي في طلب يعني مطالبه التحرك من اجل يعني اعطاء اكثر عدد ممكن من يعني الحلول الإضافية سواء كان في منطقة العمليات أو غيرها. يعني الحركية هي أساس النجاح، والحركية هي أساس يعني ضمان كرة ونجاعة، وليس التمريرات التي سبق ما تحدثنا عنها. تصويبة ممتازة جدا من السمريس والحارس يتألق، رائعة يعني كرة السمريس اللي باش يكون يعني اخصائي الكرة الثابتة نمبر 1 بعد خروج حمزة الأحمر. تمشي كرة في وسط الميدان تتقص للنجم الرياضي الساحلي، يسرع في الهجمة النجم، وكل ما سرع في الريتم يعني أحبالنا تتماشى ومعطيات اللقاء ومعطيات الأسماء ومعطيات الريتم، لكن كل ما كان الريتم منخفض حتى المباراة تصبح لها من الرتابة ما يغنينا عن مسايرتها، لكن نسعى إلى تسمية فقط اللاعبين وإعطاء بعض المعلومات الخاصة بالمباراة. عمرو مرعي يرجع بكرة ورائية ناحية أحمد الرداوي، داينا تمشي كرة لمالك بعيو، يعمل ترويض خاطئ يعني كنترول أوريونتي في غير محله، تمشي كرة خطيرة ولكن الترويض يغيب على اللاعب رقم 17 محمد أمين حامية، والحمد لله. لكن مازال الامتلاك الجزائري يتوغل من تقطع عمليات، يوزع يتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع، يخرج كرة في الركنية خطيرة جدا كانت اللقطة، وربما صوتنا أثر نوعا ما على الكاميرا رقم 1، هيك علاش تمشوا لكم الكاميرا رقم 2. الركنية أكيد ما فاتكم شيء متابعي الموقع الرسمي، والأكيد المخرج مخرج السمروك اللي هزيناه يعني اللي يتتلمذ عند كبر يعني دور الإخراج. على كل حال الركنية على يمين الحارس أشرف كرير، تتلعب ثنائية تتوزع وكيد يعني مقصية لعب رقم 16 وليد عرجي، لكن الحمد لله مرت سلامات ترجع لدفاعات للفريق الجزائري. لكيد النجم الرياضي الساحلي كان ما يسجلش الثاني يلزم يخلي الانتصار، لأنه ديما كي تبني بالنجاح كي تخدم بالنجاح يعني الانتصار هو عنوانة النجاح. الصحيح ما يلزمناش نغتروا بالمباريات الودية، لكن مطالبين نعطيوها حقيقتها وقيمتها، ونخدموا على النقائص ونخدموا على الهفوات والزلات والإخلالات حتى لا نصدم كما صدم منتخبنا الوطني، ومن ثم طلعت علينا أبواق يعني تساير بعض الأرقام السخيفة والساذجة. تمشي كرة طويلة ناحية من ناحية الحارس مرمى أشرف كرير، يغطي الدينة على الكرة ويخليها سهلة لحارس مرمى أشرف كرير، أو بالأحرى بهي السلمي هو اللي غطى على الكرة. تمشي كرة لمن؟ لمحمد المثناني، محمد يلعب للدينة يخليها لبهاء، ترجع كرة داينة، داينة يلعب مع كابيتانو عمار، عمار يتلف الكرة عمر عمراني ياخذها في الرواق الأيسر، عامر العمراني يرجع بالكرة لعمار، عمار جمل صمام أمان دفاعات النجم الرياضي الساحلي والكابيتانو، ترجع كرة يعني النجم يحاول يستقطب من لاعبية اتحاد العاصمة الجزائري، مازلت تقريبا 78 دقيقة لعب يعني 12 دقيقة على نهاية الوقت القانوني، النجم متقدم 1 بشيء، ضاع ضربة جزاء عن طريق عمار جمل وسجل هدف في بداية الشوط الثاني ومطلع الشوط الثاني ومستهل الشوط الثاني، يعني تقريبا دقيقة أو أقل من دقيقة عن طريق عمرو مرعي، هدف ممتاز ومميز. تمشي كورة بزدر من مثناني ناحية اللعب النجم السماريس، يلعبها مع مالك بعيو، تمشي كورة للاعب النجم مرتضى بن والناس، تمشي كرة اوه رائعة رائعة توزيعة عامر العمراني، و
حازم الحاج حسن ما يخلطش عليها أكيد يحاول يغير من الأماكن متاحهم لعبيت النجم، لأنه بداية اللقطة كانت من مرتضى بن والناس، وتغيير جديد في صفوف النجم، خروج أشرف كرير ودخول رامي الجيبسي. يعني رامي الجيبسي 11 دقيقة المتبقية باش يحمي عارين النجم الرياضي الساحلي. مخالفة لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، تتلعب ثنائية على مستوى وسط الميدان، ترجع كرة ورائية عفوا الكرة والامتلاك مازال جزائري. النجم الرياضي الساحلي غير تقريبا كل الفريق، مش تقريبا يعني كل الفريق تغير وباتت التشكيلة على النحو التالي: رامي الجيبسي، احمد الرداوي، عامر العمراني، بهاء السلامي، عمار جمل، محمد المثناني، مالك بعيو، مرتضى بن والناس، تيم باب القاسم، حازم الحاج حسن، وعمرو مرعي. هذه هي التشكيله الحينيه للنجم الساحلي. يعني شهاب الليلي جرب كل ملاعبيه المتاحين وكل ملاعبيه اللي عنده على دكه الاحتياط، وهذا منطقي ومقبول، لانه النجم كما قلنا بعد تربص تبرقه اكيد مطالب بالوقوف على مدى جاهزية الملاعبية، والوقوف حتى على قيمة الملاعبية المنتدبين الجدد، سواء كان كريم العواضي، الحناشي، وعودة دين السلامي، صدام بن عزيزة، العاد من جديد للنجم الساحلي، كاين ديداب أيضا، الدينة الرداوي، يعني أسماء عديدة دون ننسى يعني أبناء النادي، خاصة اللاعب الشاب اللي شخصيا كنت في عديد المرات أكدت على خصاله الفنية. نتحدث عن اللاعب مالك بعيو اللي مع سمفونية وسط ميدان مميزة، يعني تنتظروا لاعب مميز جدا، سواء كان بدنيا سواء كان فنيا، وخاصة العطاء والجرينتا اللي يمتلكهم هذا اللاعب، واللي كان بينهم في الأصناف الشابة للنجم الرياضي الساحلي في السنوات الخوالي. تمشي كرة لصالح الفريق الجزائري، يوزع كرة طويلة، يطلع بالرأس عمار، عمار ثابت دفاعيا لكنه لم يكن كذلك من خلال ضربة الجزاء التي تعامل معها ببرشا خلينا نقول غياب الحرفية والاحترافية، يعني تعامل بسلاسة مع الكرة فتصدى لها الحارس منصور إسماعيل. ترجع كرة للدينة في محور الدفاع، لاعب يحذق اللعب في محور الدفاع، وكذلك لاعب ظهير أيسر نفس الحال، حال عامر العمراني، لاعب اللي الموسم قبل الفارط كان اللعب وتقمص زي الأولمبي البيجي، وعاد الموسم الفارط للنجم الرياضي الساحلي. يعني النجم الرياضي الساحلي ومسألة التكوين، ربما دفاعيا النجم كان دائما وأبدا مميز، لكن هجوميا يلزم النجم يلقى الظلة متاعه، ويا الله يعني ودعواتكم أنه الراو لاعب كما حازم الحاج حسن يتألق، لأنه لديه كل الإمكانيات للتألق، فقط يعني لو تمشي الكرة وتعطيه يعني من خلال أهداف هو يعطي زاد الكرة قيمتها وحقها وحظها. تمشي الكرة جزائرية في مناطق النجم عن طريق اللاعب رقم 15 وليد عرجي، حركي جدا وليد عرجي، والنجم الذي ساحلي أيضا برشة حركية في وسط الميدان في هذا الشوط الثاني، سواء كان دفاعيا عامر العمراني ثابت يقص كرة ويرجعها الحارس مرماها رامي الجيبسي، دون أن ننسى يعني نجاح الفريق لا يأتي من خلال العمل الفني والتكتيكي فحسب أو الإداري، ولكن يأتي من خلال الدعم الجماهيري الذي طالما وتنعم به أبناء النجم الرياضي الساحلي من خلال معطيات اللقاء أو اللقاءات الحاسمة التي أبلى فيها جماهير النجم الرياضي الساحلي بلال حسن. يعني بتنا نتغنى بدخل يوم الأربعاء ودخل يوم السبت وربما الأحد، يعني معطيات لا تجدها
إلا في فريق يعني عنده جمهور في قيمة جمهور النجم الرياضي الساحلي، وكم تغنينا به وكم أثنينا عليه، ولكن أن الموسم القادم إن شاء الله سنكون على موعد مع نفس السمفونيات ونفس الصور ونفس القيمة التي يثبتها الجماهير، توزيعة طويلة لكن موجود الدفاع وثابت رغم محاولة حازم الحاج حسن. يزم يكون حربي، يزم يكون عنده من الجرينتا والقليب اللي يخليه يدز الملاعبي ويفك الكرة ويمشي مباشرة نحو الهدف، يعني دروا وبيوت هكذا شعار يعني الأولمبيك دو مارسي. ولكن أنه برشا من أولاد الفيراج النجم الرياضي الساحلي يعشقون الوام، لكن يبقى الانتماء للنجم ويبقى الثبات والقلب والشرايين تنبض فقط للنجم الرياضي الساحلي. ركنية على يسار ماهر القيبسي، حذيري من كرة الثابتة الجزائرية اللي ورات يعني برشا حنكة في التعامل معها، الحمد لله ما جاتش الأهداف، لكن حذيري في التعامل، وهذا به يعني باش تستي به الدفاع متاعك وحارس المرمى. تتوزع الكرة في القائم الثاني، سهلة في دين الحارس ماهر أو عفوا رامي القيبسي. رامي القيبسي يهبط الكرة الرديوي. وصلنا لتوقيت 85 دقيقة لعب، 5 دقائق على نهاية اللقاء والمباراة، النجم واحد ولي أسماء ولا شيء، مباراة يؤمنها لكم الموقع الرسمي للنجم الرياضي الساحلي من منذ بدايتها إلى نهايتها، وهذا ليس بغريب كل ما سنحت الفرصة، لأنه نعرف أن النجم الرياضي الساحلي غالبا ما يؤكد. قلنا 5 دقائق على نهاية اللقاء، وكما قلنا يعني النجم الرياضي الساحلي سواء كان مسؤولية على القسم الإعلامي يعني فما حقوق، يعني ساعات الجماهير تطالب بنقل المباراة سواء كان في فرع القاعات أو غيرها، لكن حقوق هي التي تمنع ذلك. لكن كي تكون الأمر مباراة ودية وليس هنالك تلفزات تتابع، أكيد موقع النجم الرياضي الساحلي كما كان وكما عودكم يعني يؤكد التواجد بالصورة اللازمة وبالكيفية اللازمة. تصويبة من دون عنوان، تمشي ضربة مرمى، تتوزع كرة الجهة اليسرى، حاول يراوغ لكن ضغط من اللاعب مرتضى بن والناس، خطأ، تلعب بسرعة، يضغط حازم الحاج حسن، تمشي كرة جزائرية في محور الدفاع، يتقدم يلعب كرة للزميل محمد مزغني، تتقص كرة وترجع مالك باعي وغطي على كرته كانت تتقص. ذوما الحوايج يزم يتعلمهم مالك، وذوما يزم يركز فيهم، يعرف كيفاش يعمل كنترول ويغطي على كرته، لأنه فرق بين أنك تتميز في أصناف الشابة وبين أنك تتقمص زي ناديك في الصنف الأكابر، يعني ذوما أمور مطالب أنه الملاعبي يحسن التصرف معها، ومطالب أنه المدرب يعطي التوصيات اللازمة ويسقل تلك المواهب حتى يكون وحتى تكون الصورة كما ينبغي. ما زالت النتيجة واحد بشيء، وما زال النجم متقدم. تمشي كرة لعمار جمل في محور الدفاع، عمار يلعب كرة لعامر الحمراني، يفقد التوازن عامر وتخرج تماس لصالح اليو اسما في سهرة كروية مع نسائم صيفية تأتي بعد أن لاطفت يعني أمواج بو جعفر، أكيد يخليه الناس مباريات كأس العالم، لأنه العشق الأزلي يكون ساحلي والعشق الأزلي يكون للنجم الرياضي الساحلي، هذا عادي وهذا خلينا نقوله منطقي ومقبول. في أولى مباريات الودية للنجم لموسم 2018-2019، نجم شهاب الليلي، نجم الرياضي الساحلي اللي حافظ على قيس الزواغي ودعم الفريق بالمدرب شهاب الليلي، تقريبا دقيقتين على نهاية الوقت القانوني، والنجم الرياضي الساحلي كما قلنا مازال متقدم واحد بشيء. الشوط الثاني
طونك فيه هدف يعني ما يجم يكون كان أفضل من الشوط الأول، والأكيد أنه الوقوف على جاهزية اللاعبين، والأكيد أنه النجم قبيل مباريات هامة في رابطة أبطال أفريقيا ودوري أبطال العرب مطالب بذلك حتى يحسن الكوتش شيب ليلي اختيار الحداش يعني دو ديبار ليونس دو ديبار يعني حداش اللاعبية اللي بشكون أساسيين في قادم المواعيد وقادم اللقاءات والتنافس. التنافس وما أدراك ما التنافس من أجل نيل شرف تقمص هذا الزي واللعب أساسي في النجم الذي الساحلي المثنين يعمل كنترول ويدير بكورة تمشي كورة للسماريس يطلع بالراس تمشي لعمرو مرعي، عمرو مرعي ياخو كورة ويغطي عليها المثنين يرجع بها لعمر العمراني، عمر تمشي لعمار جمل، عمار جمل كورته يخذها عمرو مرعي، عمرو مرعي يدور ويتقدم عمرو مرعي يلوش مساندة يبدل كليا اللعب الجهة اليمنى ممتازة جدا بسلام يعمل كنترول ممتاز يوزع كورة ممتازة جدا لكن الرأسية ما جاتش من لعب حازم الحاج حسن. وفي هذه الآونة بالذات يعني قبيل 30 ثانية تقريبا من نهاية الوقت القانوني يعلن الحكم هيثم قيرات نهاية المباراة بانتصار النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. الهدف كان سجله في بداية الشوط الأول الشوط الثاني عفوا عمرو مرعي. أكيد تحية لكل أوفياء النجم الذي الساحلي ومحبين النجم الذي الساحلي، أيضا تحية لشقائنا الجزائريين اللي تبعوا اللقاء من خلال الموقع الرسمي للنجم الذي الساحلي، وإن شاء الله نكون قد وفقنا في نقل اللقاء. تحياتي هشام بن جمعة ولنا مواعيد إن شاء الله في مواعيد لاحقة. دمتم في